in general, Nairobi in particular, such beautiful and friendly people I met. وهناك مشاريع تقوم بها يونسيف ولو انها محدودة وذلك حسب امكانيات يونسيف المحدودة ايضا. وانما ارجو ان يهتم المجتمع الدولي بالصومال الذي يعاني الان من الكثير من الامور والمشاكل الناتجة عن الاضطرابات التي حدثت هناك ولا تخفاهم في الوقت الذي أناشد المجتمع الدولي أيضا أن يساعد كل محتاج وكل فقير وكل إنسان في العالم الثالث الذي يعاني من الفقر ومن قلة العناية الطبية ومن الفاقة عموما.